القوافي مع عبد المجيد الطهصاني. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق لجمهور إذاعة ألف ألف أف أم. هلا يا مرحبا، والجو رايق، هلا باللي لهم قدر ومعزة. وحيكم أنا أخوكم عبد المجيد الطاسام من استديوهات ألف ألف أف أم في مدينة الرياض، وعلقة الشاعر صاحب السمو الأمير بدر عبد المحسن يوم قال ما أرقى الرياض تالي الليل. أرحب بجميع مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم سواء اللي يستمعون إلينا عبر تطبيق الإذاعة المتوفر على البلاي ستور والآب ستور، أو اللي يستمعون إلينا عبر موقع الإذاعة ألف ألف أف أم .com، أو اللي يستمعون إلينا وهم يقودون سياراتهم. واللي يقودون سياراتهم نقولهم اليوم وكل يوم امشي بهداوة يا حلو، دربك خضر. ولا أنسى أقول اليوم وكل يوم عاجل اسمع آخر خبر، الحب من قلبي صدر. أحبكم يا جمهور إذاعة ألف ألف أف أم، حب تعدى كل البشر، ولهم مخرجنا الغالي علي نجم. طبعا ولا ننسى نرحب ضيفتنا لهذا اليوم الشاعرة والكاتبة مي بنت عبد الرحمن. حياك الله أخت مي. الله يحييك، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ عبد المجيد، سعيدة اليوم بتواجدي معكم، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة إن شاء الله ولطيفة. شكرا لك إنك نورتينا، وربي يسعدك يا أخت مي. ويسعدك يا رب. المهم خلونا نطلع مع فاصل غنائي ونسمع عبد العزيز المعنى صدمة غيابك. هذه الأغنية ظهرت بصوت الفنان الجميل عبد العزيز المعنى في 2017 من كلمات محمد الغرير وألحان فنان عبد العزيز المعنى. أغنية جدا جميلة ورائعة، لاقت صدى كبير وعدد مشاهداتها في اليوتيوب فوق 9 مليون. خلونا نسمعها مع بعض ونرجع مع شاعرتنا مي بنت عبد الرحمن. خلوكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد الطهصان. ورجعنا لكم مرة أخرى، ونرحب بكل انضموا إلينا على السمع. وضيفتنا لهذا اليوم مثل ما ذكرنا لكم الشاعرة مي بنت عبد الرحمن. حياك الله أخت مي مرة أخرى. الله يحييك ويبقيك. أول شيء سعيدين بتواجدك معنا ونتشرف باستضافتك. عد لنا فترة من زمان وحنا نحاول نوصل لك، بس كانت ظروفك العملية تحول بيننا وبينك. والله شرف لي، وأنا بالعكس جدا سعيد أني تواجدت اليوم، وأنه الظروف كانت مواتية وكنت موجودة، وسعيدة أني موجودة في برنامج قوافي. يعني برنامج مرة ممتع بصراحة، يعني لما أطلع ونسمعها بالإف إم والأسلوب والأداء والأشياء اللي تيجي، يعني من البرامج الراقية كثير اللي نسعد أنه إحنا نسمعها. شكرا لك، كبرتي راسي. أنا عاد والله كنت محضر لك كذا سؤال ناوي أحرجك، بس عقب هالمديحة بسحب الأسئلة. أزيد مدح معناته. الله يرفع قدرك. وقدرك يا رب. خلينا أول شيء، أنا ما راح أكلمك عن البداية، بس خلينا نتكلم عن آخر شيء صدر لك. ديوان صدرك ديوان شعري اسمه بين لندن والرياض. صحيح. أول شيء بسألك ليش الاسم ذا بين لندن والرياض؟ أنا احترت. أنا بالبداية، واللي يمكن الكثير ما يعرفونه، أنه الديوان في البداية كنت كاتبته على أساس العنوان ديوان مي بنت عبد الرحمن. جميل. ولكن تم رفض الاسم من وزارة الثقافة والإعلام أنه لازم يكون فيه اسم مخصص للديوان، مش باسم الشاعر نفسه. فلما جاني الرفض، طبعا التعاملات إلكترونية حاليا، وبصراحة أشكر وأثمن جهود وزارة الإعلام فيما يخص التعاون مع الكتاب والشعراء، لأنه أنا توقعت صعوبات هائلة عشان أنا أقدر أنزل ديوان، بس للأمانة كان من أسهل ما يمكن إذا أنت عرفت إيش تسوي والأمور هذه. كنت داخلة للموقع والتقديم على إصدار أي مؤلف أنت تبغى تنزله عن طريق الموقع حقهم، وبعدها بفترة بسيطة يجيك الردود وإيش الأسباب. إذا هو أوكي يجيك أنه تم التصريح والخطوات اللي بعدها، وإذا كان لا إيش السبب. فقالوا لي أنه لم يتم الموافقة لأنه الاسم بحاجة لتغيير. فقعدت أفكر، يعني ما أخذت معي بصراحة أكثر من ربع ساعة مع نفسي كذا وأنا قاعدة، أوكي إيش أبغى أقول الاسم اللي أنا بالنسبة لي يعبر. يمكن اللي ما يعرف الكثير إنه أنا أكتب من زمان، مش صار لي مثلا سنة أو سنتين. صحيح أنا ما لي سنة ظهرت إعلاميا، ولكن كنت أكتب من عمري تقريبا 14 15 أقل. جميل. حتى
ففي فترة معينة أنا أعشق الرياض طبعا، وفترة معينة أنا درست في بريطانيا وفي لندن، فبعض الأشياء اللي أنا كتبتها كانت في الرياض وبعضها الآخر في لندن، فعشان كذا حطيتها بين لندن والرياض. بس والله اسم جميل. تسلم. الله يسعدك. ويسعدك. طيب كم قعدتي فترة عشان يظهر أول شيء؟ لا في نقطة أنت ذكرتها مهمة وزارة الثقافة والإعلام، تقولي كل شيء إلكتروني، أنت ما رحت للوزارة عندهم نهائيا؟ رحت في أول مرة رحت، لأنه كنت جاهلة الأمانة، وقالوا أنه طبعا فيه لازم تسليم للديوان أو الكتاب أو whatever شيء أنت بتنزله لازم تسلمه مطبوع. جميل. عشان يتم مراجعته، وكمان تسلمه بالموقع الإلكتروني. فأنا رحت لهم أول مرة وعلموني، أعطوني الخطوات مكتوبة ودخلت ورتبت الأمور. والله كانوا متعاونين، أتعب وأنا أقول من جد متعاونين. يعني كنت متخيلة أنه الأمور بتكون صعبة، في بيروقراطية، بنقعد مثلا 3-4 ساعات، بخلاف طبعا الإجراءات الأمنية عشان تدخل. الموضوع ما أخذ ربع ساعة، كان متعاون المسؤول عن المطبوعات العربية، المطبوعات العربية الجديدة، ما يعني حتى ما أفتكر اسمه بصراحة، بس قاعد معاي، ترك المكتب وجاء وقال أوكي تقديم بهذه الطريقة بالحساب، ما أعرف إيش كان فيه شوية مشاكل إلكترونية، وعدل لي إياها، وقال لي انتظري مننا رد خلال أعتقد أسبوع. بس الرد جاء أعتقد بعد 2-3 أيام بالكثير. جميل. يعني المسألة كلها عشان تطلع تصريح كم أخذ؟ يعني اللي الحين اللي قاعدين يسمعون اللي له نية يطلع له ديوان كتاب معين، كم تأخذ المسألة؟ وتقول لي أنت كلها إلكترونية حاليا؟ إيه الحمد لله، في الفترة اللي أنا نزلت فيها تقريبا قبل حوالي سنة من بديت، كلها إلكتروني، ما يحتاج حضورك إلا إذا كان في طبعة، وحتى مش بالضرورة أنه أنا اللي أحضر، يعني ممكن أي أحد من أهلي من الأشخاص اللي أعرفهم يجي يسلم الطبعة ويعطيهم إياه. ولا أدري إذا هي لازالت لازم أنه تكون طبعة مطبوعة يعني ولا لا إلكتروني إذا تغير، لأنه هم كانوا في البداية لسه مستخدمين الأمور الإلكترونية. فأعتقد أنه أخذ معاي الموضوع كله قرابة 10 أيام. جميل. أي كأخذ تصريح ونخاز يعطونك الموافقة أنك تطبعين. طبعا، بس طبعا هي بتعاون ما بين وزارة الثقافة والإعلام ومكتبة الملك فهد الثقافية. جميل. مكتبة الملك فهد. طيب هل ديوانك تواجد بمعرض الرياض للكتاب الأخير اللي تم عام 2017؟ الحمد لله، يعني أخذنا الموافقة وكانت الفترة مرة ضيقة، لكن الحمد لله كان من ضمن الكتب اللي اصدرت في المعرض الكتاب. بالضبط في المعرض. طيب هل لك نية تواجه معرض أخرى مثلا زي معرض الكتاب بالكويت؟ أنا والله يشرفني، بس يمكن الآليات مجهولة بالنسبة لي، يعني حسب ما فهمت أنها تعتمد على الجهة الموزعة، دار النشر. دار النشر. وأنا طبعة ذاتية للأمانة، يعني احنا جهزناها طبعناها، التصميم الترتيب كله كنت انا اللي مسويته. طيب ما اعتمدت على جهه معينه، لاني بسالك لاني انا اشوف فيها رسمات لوحات فنيه موجوده بالكتاب. اي عفوا بالديوان. بالديوان صح. بالديوان الشعري. هذه فكره كانت بيني وبين صديقه لي الله يسعدها يا رب وامسي عليها بالخير، العنود الجار الله، هي فنانه وتشكيليه وبنفس الوقت فنانه بالديجيتال ارت، يعني هي ترسم ديجيتال، الرسومات اللي موجودة في الديوان ديجيتال، مش بألوان زيتية أو مثلا بالقلم، لا أنا. بالآيباد حقها تقعد وترسم الشيء اللي تبغاه وبعدين يتم طباعته بالطريقة الصحيحة. فكان في اتفاق بيني وبينها أنه حيجي وقت أنا وياها إن شاء الله راح نسوي معرض للوحاتها، وبنفس الوقت لقصايدي يكون مشترك بيني وبينها، أنه نشتغل من الآن على القصايد. أنا من ناحيتي حشتغل على القصايد اللي حابة أصدرها في المعرض، وبنفس الوقت هي تعبر عنها بلوحات، وفي لنا فكرة معينة يعني وطريقة معينة نبغى نطلع فيها. هل اللي شاركت فيها في مركز الملك فهد الثقافي؟ هي نفس الفنانة اللي شاركت في مركز الملك فهد الثقافي اللي هي العنود، وشاركت بلوحاتها. إيه نبنيجي للمشاركة مركز الملك الثقافي والمهرجان هذا اللي تم، نبنيجي عليها بالمحور الثاني، لكن هذه خلينا على الرسمات اللي موجودة بالديوان. يعني لما بديت أفكر بديوان ما كنت حابة أنه يطلع بشكل عادي خلاص، ولا أبغى أحط رسومات خاصة بحد ثانية أو صور ما هي متعلقة، فكنت أقول لها أنه ليش ما نبدأ المشروع من الآن بالديوان نفسه، أنه نشوف القصائد مع اللوحات المناسبة ونحطها مع بعض، لأنه يعني أوكي أنت ممكن تقرأ القصيدة وممكن تلامسك، لكن لما يكون في لوحة قريبة منها وتعبر عنها توصلك بشكل أقوى.
يعني أنا أتوقع بالنسبة لي أنه العين كمان مثل ما تشوف ويعني تلمس الأمور الفنية باللوحات، كمان أنت ممكن لما تقرأ قصيدة بنفس المعنى تكون أعمق بالنسبة لك وتوصلك بشكل أعمق. طيب الديوان هذا ما فكرت تنزلين بشكل صوتي؟ جاني عروض كثير على هذا الموضوع، بس يعني ما أدري، يمكن أنا شوي متوجسة، يعني يمكن أنا أكثر شخص يجلد نفسه بنفسه، ودائما عندي الشعور بأنه مهما كتبت لازلت أشوف أنه اللي أنا كتبته بسيط، وخصوصا أني أنا أكتبه لنفسي وأحب أشارك الناس القريبة وكذا، بس لما أشارك للآخرين أحس أنه لا، هنا معيار الانتقاد أو رؤية الموضوع تصير بالنسبة لي أعلى، المفروض أنه اللي أقدم المفروض يكون أفضل. أنت من الناس من الآخرين. أنت من الناس، الناس يعني تعاني وتفرح صح، كل الأمور اللي تجري عليهم بالحياة، من فرح، من لحظة فرح لحظة ترح، يعانون منها مثل ما تعاني أنت منها، ويفرحون مثل ما تفرحون، إيه نفس المشاعر، فشيء طبيعي أنه يعني بيتقبلون الشيء هذا سواء إيجابا أو سلبا، ممكن يعجبهم، يمكن أنا اللي أقصد العظم مقاطع يلامسهم، راح يلامسهم بشكل كبير. يا رب أتمنى أتمنى، لأنه برضو بنفس الوقت الشخص هو يعني عشان تقدم أفضل أنت المفروض تنتقد نفسك بنفسك قبل لا تقدم للآخرين. فبنفس الوقت أنا أشوف الأشخاص الآخرين اللي موجودين في الساحة أغلبهم أساتذة بالنسبة لي، أنا أتعلم منهم، فأحيانا أحس أنه أنا قاعدة أحط راسي براسهم ولا، وأنا اللي قاعدة أتعلم منهم، فهذا الشعور شوية يربكني. ليش لا؟ أحيانا التلميذ يتفوق على أستاذه. يا رب نتمنى. من هم أساتذتك اللي تعتبرينه أساتذة؟ إذا عندك مشكلة تذكرين أسماء. ما عندي مشكلة، بالعكس هم اللي أثروا فيني من قبل 10 و15 سنة ولحد الآن. بالنسبة لي الأمير بدر بن عبد المحسن طبعا، الله، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، يا سلام، ولعش أنه هلالي مثلك. والله ما تهمي ولا، يعني مثلا صالح الشادي، أحترم، أمسي نصراوي عليه بالخير، وأنا كمان أمسي عليه بالخير، وهو نصراوي ومتعصب وأتابعه وأحبه حتى تعصبه للنصر، لا أحترمه، لا ما العلاقة المية، بس حبيت استفزك بهالموضوع هذا. لا ما العلاقة، وصالح الشادي أنا أعتبر أستاذي، سبق نستشرفت باستضافته، الرجل إنسان رائع بكل ما شاء الله تبارك الله، إن جيت على المستوى الشخصي رجل أمسي على بالخير، رجل قمة في الخلق، إن جيت على مستوى الشعر فهو شاعر فعلا فعلا، هو يعني من الأشخاص اللي غيروا في طريقة الكتابة الشعرية، لو شعر التفعيلة التفعيلة والحرة قدمها بشكل حلو. وانت وش الاسلوب اللي تكتبين فيه؟ هل تكتبين بالتفعيل ولا بالاسلوب الحر ولا بأي اسلوب تكتبين؟ اكتب فيهم كلهم، المشاعر اللي احسها تجيني مثل الحالة، يعني ما اتعمدها ولا احس انه يلا الان ابكتب قصيدة، فلا، هي مشاعر معينة تجي وحاسة اني ابغى اكتبها، فبالطريقة اللي تطلع فيها تطلع فيها. مشاعر ولا فكرة؟ مشاعر أكثر شيء، مشاعر يعني ما كنت يعني إيه إنه حاسة في حالة شعورية حاليا، وعندي كم كلمة قاعدة تترابط مع بعض وقاعدة تعطيني صورة شعرية معينة، أحيانا أحس إني أنا مش مسؤول عنها، يعني قاعدة تطلع بطريقة تلقائية، طبعا هذه في البدايات، بس بعدها الواحد يرجع يراجع ويشوف ويتأكد إنه هي صحيحة وبشكل ملائم. طيب ونرجع للوحات الفنية، اللوحات الفنية مرتبطة بالقصيدة بشكل كبير، إيه يعني اللي بيدقق بيلاقي انه اللوحة المقابلة للقصيدة لها نفس المعنى، لها نفس الإحساس، لأنه الرسامة نفسها العنود اختارت، يعني أخذت الديوان قبل أن نزله وقعدت تختار الأشياء بناء على اللي حسته واللي تشوفه قريب من الإحساس اللي كتبت فيه، اللي رسمت فيه اللوحة. وفرصة مسي على بخير ونشكرها على الرسومات الجميلة، وأنا شيء جميل إنك علمتيني إنها ديجيتال، أنا كنت أتوقع إنها بالريشة. لا ديجيتال موجودة ديجيتال. والله يعني يمدينا أتعلم، لأني أنا سيء بالرسم فشكلي بأتعلم الأسلوب. والله حسب ما فهمت إنه قليل اللي موجودين يرسمون بالديجيتال آرت، يعني في الغرب كثير، لكن في العالم العربي بالتحديد عند السعوديين نادر، جدا نادر. في كذا اسم مشهور بالأخص عند الأخوات، يمكن عند النساء. طيب وش رأيك نطلع فاصل نسمع مع بعض أغنية أنت كتبتيها لا صار لك، اللي هي كلمات الشاعرة، طبعا كلمات شاعرتنا وضيفتنا مي بنت عبد الرحمن والحان جوفان وغناء الفنانة مرام اليامي، وطبعا بعد ما نسمعها نرجع بعد الفاصل ونسمع القصيدة بصوتك إذا سمحتي. يشرفني.
طبعا ما شاء الله متابعتها وصلت فوق المليون ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. كم لها نزلت؟ يمكن تقريبا شهر او اقل. حوالي شهر. شهر؟ أينا. خلال شهر ما شاء الله المتابعات فوق المليون باليوتيوب ما شاء الله تبارك الله. احنا سعيدين فيها لانه طاقم العمل كله ترى يعتبر مش يعني مخضرم او قديم موجود في هذا المجال وله شهرته، لا، فسعيدين انه العمل وصل يعني كعمل نفسه مش لاسم معين، فالحمد لله لاقت نجاح الحمد لله، كلنا سعيدين فيه. جميل. طيب خلونا نسمع مع بعض أغنية لا صار لك من كلمات شاعرتنا وضيفتنا مي بنت عبد الرحمن وغناء الفنانة مرام اليامي. خلونا نسمعها وبعد الفاصل نرجع مع ضيفتنا الشاعرة مي بنت عبد الرحمن. خلوكم على السمع وربي يسعدكم. رجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل رجعنا عذرا كلجت من كثر رسائلكم بتويتر الله يسعدكم. رجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع مع برنامجكم القوافي وضيفتنا هذا اليوم الشاعرة مي بنت عبد الرحمن. بس خلونا طبعا متابعينا لهم حق علينا نبي نقرأ تغريداتكم بتويتر. طبعا واجد اللي يسلمون عليك وبالذات يوم درونك هلالية ما شاء الله تبارك الله ولع تويتر. تذكار الله يسعدهم ويسلمهم واحدة واحدة. تذكار مروان الصوفي الأخت ريم مبارك البنيان نمسي عليه بالخير أبو إبراهيم شاعرنا اللي سبق شرفنا باستضافته أبو حمد كمان عليه شاعر جدا جميل وأخو صديق أبو حمد الأبقش حياك الله أخوي أبو حمد. وأيضا الكثير بسمة ألف وحروف الأثير واعذرونا لو اسم سقط سهوا عاد اعذرونا ما شاء الله تغريداتكم واجد ورب يسعدكم. وبالأخص بعضهم اسمه بالعربي يكتبه بالإنجليش فيصير عندي مشكلة يصير أنا عندي مشكلة بالقراءة نكلج بالأسامي بعدين أنا عاد واجد أكلج. فشكرا لكل من أرسل بتويتر ورب يسعدكم وسلامكم وصل للأخت مي على الهواء الله يسلمهم. تفضلي نبغى نسمع قصيدة لا صار لك بصوتك. بس أنا قبل لا تقرينها القصيدة حسب ما عرفت أنها تغيرت لما جت تغنيها الفنانة مرام. فعلا هي مكتوبة تقريبا في عام 2011 يمكن. جميل. يوم تخرجتي قديمة جدا يوم تخرجتي يعني بعد ما تخرجت. اي نعم. فلما كتبتها كقصيدة يعني الواحد يعبر عن مشاعره اللي حاسة، لكن لما جينا هي تلحنها الملحن اللي أنا أحترمه كثير جوفان. جميل. وأعطاها لحن كذا معين وقال لي شوفي مي لا تتفاجئين اللحن شوية غريب لأنه سامري على سوداني شوي، فحاولي يعني اسمعيها كذا يعني أنه أنت فاتحة مخك للموضوع. فلما سمعتها أنا حبيتها والله جازت لي. ما أدري يعني يمكن أنا كنت متوترة شوي يمكن الناس ما يتقبلونها أنه الفكرة شوية جديدة. صح فيها يعني جانب سامري بس الشيء السوداني البسيط اللي قاعد يطلع ما تعرف إذا الناس يعني حتحبه وتتقبله ولا لا. فلما سمعتها الفنانة مرام، طبعا الفنانة مرام أنا من الأشخاص اللي كثير أحبهم واحترمهم واحترم أدائهم وشخصيتهم واحترامهم، هي من جوا إنسانة قبل تكون فنانة، فعجبتها كثير وخلاص وإن شاء الله راح يعني نشتغل عليها عشان تطلع كأغنية. لما نشتغلنا عليها ما كان في تغيير على الأبيات اللي موجودة، اللهم أنه لما جاء على التوزيع وعلى النهايات قالوا أنه المشكلة أن هي 7 أبيات فيفترض أنه تزيد واحدة بس. قلت مو مشكلة، جينا على أساس تركيب صوت وفترة بسيطة في البداية كانت على ديمو وما ديمو، فأنا قاعدة كتبت بيت بعدين حسيت أنه يمكن ما يجوز المرأة مثلاً وكتبت بيت ثاني. أفتكر اللي كان حريص على الموضوع الأستاذ عادل البدر. جميل. هو مهندس الصوت وبنفس الوقت هو كان حريص على أنه يشتغل على العمل ويشرف عليه. أمسي عليه بالخير وإن شاء الله أنه يكون يسمعنا وأشكر على كل شيء قدمه بخصوص هذه الأغنية. جميل. أمسي عليه بالخير أخونا عادل. كتبت أول بيت، كتبت ثاني بيت، كتبت 3 أبيات. قلت لها اختاري. أنا بغيت أنها تختار عشان ما يعني ما أحسسها أنه هذا البيت ممكن ما يعجبها. ما تفاجأت أنه قالت أباهم ثلاثتهم. قلت لها طب ما ينفع كذا بنرجع مرة ثانية يعني بيصير موضوع صعب ما رح بتصير طويلة ولازم نلغي. فألغينا آخر بيتين واخترنا الأبيات الجديدة. فاللي بلقيها الحين هي القصيدة الأساسية اللي انكتبت. طيب بس قبل لا أقاطعك
يعني معناته أنت من الشعراء اللي ما عندهم مشكلة لو قال الفنان أنا أبغى أغير أعدل أبدل، ما عندك مشكلة؟ بعضهم يقول لا 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 لا، بالعكس أحب أغير واستمتع وأنبسط، لأنه أنا بالنسبة لي القصائد اللي أبغى أنزلها بشعوري بإحساسي نزلتها، سواء على حسابي ولا بالديوان ولا بالدواوي إن شاء الله الجاية. بس مع الفنان مع الملحن عندي قناعة أنه هذا عمل جماعي، فمش من المنطقي انه شيء اللي انا كتبته بحذافيره بيكون مناسب وملائم للشخص اللي قدامي عشان يوصله باحساسه، سواء كلحن ولا كفنان انه يبغى يؤدي. فاحيانا انا اكتب مصطلحات تعني لي انا وتمسني وافهمها، انا عارفه ايش قاعد اقول، بس الشخص اللي قدامي مو مستوعبها، مو فاهم انت ليش قلتي هذه، خلينا نغيرها لهذه، انا بالنسبه لي اخف مثلا او اسهل بالنطق، ما عندي مشاكل. بالنهايه المعنى واحد، وما دام التغييرات انا اللي قاعد اسويها ومقتنعين فيها، أنا على أتم استعداد إنه أغير أي حاجة. يعني في أغنية ثانية راح نتكلم عنها بعدين، كمية التغييرات اللي صارت ما تصدقها، يعني كل ما سوينا ديمو معين أضفنا بيت شلنا بيت عدلنا إلى حد ما خلاص قفلنا الأغنية وصلت للتوزيع، وقال حق المكساج إنه خلاص هنا نوقف بلاش تغيير. بس أول بأول إنه كنا قاعدين نعدل، وما أشوفها حاجة غلط أو عيب، بالعكس ما دمت أنت اللي قاعد تعدلها عشان تطلع بشكل أفضل، عشان توصل للجماهير بشكل أفضل، ليش لا؟ جميل، خلينا جل نسمعها بصوتك لا صار لك بعد إذنك. لا تامر، الأمر لله، شكرا لك. لا صار لك في مقبل العمر صدى، خذ باقي أشواقي وحبي وحبك. لا صار لك في مقبل العمر صدى، خذ باقي أشواقي وحبي وحبك. مالي على فرق المحبين شدة، إما الوفا ولا فلالي بدربك. إن كنت ناوي جيها بدون ردة، عز الله إنك سيد اللي يحبك. وإن كانها مدة وبتغيب مدة، ما أقول إلا صبر الله قلبك. طعن الجفال الطاعن يعود ضده، وما هو صحيح اللي يحبك يسبك. إن كنت ناوي جيها بدون ردة، عز الله إنك سيد اللي يحبك. وإن كانها مدة وبتغيب مدة، ما أقول إلا صبر الله قلبك. طعن الجفال الطاعن يعود ضده، وما هو صحيح اللي يحبك يسبك. فصل لجسم الحب أثواب قده، وبعد عن المحبة خيوط كذبك. ولا صار لك في مقبل العمر صده، ماني حبيبك لا ولا أني بحبك. سلامتك. صح لسانك، مصاحبينك. طيب بس أنا عشان عندي، أنا لما قرأت القصيدة قبل الله أسمعها توقعت بيكون لحن مختلف جدا، يعني لحن فيه شوي رومانسية عاطفية. لما سمعت الأغنية انصدمت باللحن، ما طبعا كان عندي توقع صار عكس اللي توقعته. أي. وهذا بالعكس أشوف أنه شيء جميل ورائع من الشاعر نفسه، من الملحن عفوا. فعلا هو شوف القصيدة هذه تعتبر شعبية، شعبية لأنه الأغلب المصطلحات والأشياء اللي يعني كتبت فيها القصيدة تميل للشعبية شوي. فبالعكس اللحن اللي جاء ملائم جدا، يمكن لو تغنت كلاسيك ما حتوصل، لأنه الكلام شوية ثقيل، المصطلحات اللي مقيولة في تصاوير شوية نعتبرها يعني شعبية قديمة شوي. فأنا لما سمعت اللحن حبيته، صح أقول لك الدخلة البسيطة اللي دخلها اللي هي النكهة السودانية اللي حطها كانت مفاجأة عندي، بس الحمد لله. يعني حتى الموزع أبو جواد، مشاري أبو جواد أمسي عليه برضو بالخير، أبدع. يعني هو لما سمع الأغنية وسمع اللحن وشاف الديمو عجبته وقال أنا أبغى أشتغل عليها، أنا حابها لدرجة أنا حاب أشتغل عليها. فما شاء الله عليه حط لمسات هائلة للأمانة. طب وش الأغنية الثانية اللي عدلت فيها بشكل كبير وإلى آخر لحظة؟ تقريبا كلهم، بس يعني أكثر واحدة ممكن تكون ناقصني روح. جميل، هذه من غناها؟ ناقصني روح غناها الفنان نايف النايف أمسي عليه برضو بالخير، ولحنها فيصل سعودي. جميل، كم قعدتي وانت تشتغلين على العمل هذا؟ العمل صار له أكثر من سنة، نزل يعني بدينا فيه في واحد 2015، لا في واحد 2016، ونزل في نهاية 2016. قربت سنة كاملة وانتم شغالين عليه. يعني لا، هي لها أكثر من سبب في التأخير. يمكن السبب اللي المقنع بالنسبة لي، هي انتهت بدري على فكرة وراحت للموزع زيد نديم وبرضه اشتغل عليها بشكل حلو. بس يمكن اللي أخر الفنان نايف أنه كان طبعا مسي عليه بالخير، ما مسيت عليه بالخير. فاللي صار أنه قال أنا شايفها أغنية شتوية،
أكثر من أنها أغنية تنزل بالصيف، تنزل يعني فيها إحساس شوية حزين، فيها مشاعر شوية حزينة مع التوزيع مع اللحن، فشايف أنه ممكن تكون بالشتاء حتنزل بشكل أنسب للجمهور وراح يسمعونها وراح يحبونها. والأمانة يعني كلامه معها حق، وإن كنت زعلانة يعني في وقتها كنت زعلانة كثير أنه تأخرت يا نايف، تأخرت يا نايف، تأخرت يا نايف، بس يعني كان له وجهة نظر وأحترمها بالنهاية. يعني الحمد لله نزل عمل والحمد لله كمان يعني أخذ حقه من التقدير الحمد لله. طيب أنا أتفق مع بالكلام هذا، بس يعني يمكن أنت قستيها على أغنية الأغنية اللي سويتيها لنادي الهلال. أيوة اللي نزلت بعد التتويج على طول، هي أتوقع في نفس يوم التتويج إحنا كنا مشتغلين عليها قبل. يعني الأغنية عشان جهزها كم يبيلها؟ طبعاً أتكلم عن توزيع كامل ومكساج ولحن وكلام وتعديل وتركيب صوت، يعني إذا أنت خلصتها في أقل من شهر فأنت شاطر. إينا فأنت شاطر طبعاً، لأنه أنت أحسبها على أساس أنه أوكي ما بين أنت والملحن خلينا نقول لحنت وجاهزة، نلغي الفكرة. إذا صار المغني هو الملحن نفسه، المغني هو الملحن يصير يجي عنده مثلا لا والله أنا حاس أنه لو قلتها بالجملة اللحنية الفلانية أفضل، يتركب ديمو في البداية وينعطى توزيع بسيط بحيث أنه تبان خريطة الأغنية. أوكي حلو تمام، تروح للموزع ويرجع يبنيها من جديد بالآلات بالوضع كامل، وبعدها ترجع للمغني. أوكي تمام حلو، لا والله أبغى الشيء الفلاني، العود أبغى تعليه، المعرف إيه أبغى هذا تزيد الصولو، أبغى بالشكل الفلاني، أبغى تضيف الآلة الفلانية، ويروح الموضوع ممكن يقعد من يوم لأسبوع لشهر أحيانا شهرين عشان آلة واحدة. يعني بعدها يركب الفنان صوته في الأغنية، بعدها تنتقل للموزع يراجعها من جديد، وبعدين تروح للمكساج. والمكساج طبعا على حسب المهندس ووقته وقديش هو متفرغ وحاب يشتغل في الموضوع، وكثير منهم يعني برضو تاخذهم المزاجية في الموضوع. بعضهم محترفين ويقول لك لا أنا مثلا ما راح أخذ أكثر من مثلا أسبوعين هذا وقتي، بعضهم يقول لك لا والله شوف أنا عطني وقت بشوف وبخلص الشغلة الفلانية ومدري إيش، وأنا اشتغلت عليها بس ما حبيتها كثير برجع من جديد بحط. فإذا قعدت أقل من شهر فبرافو برافو على اللي تعبوا عليها. أجل ثرى على قولت أخوان المصريين مسألة شغلانة جدا منهكة جدا، لأنه تروح لشخص يحط الجانب المعين حقه بعدين يرجعها لك تشوف شغلة عجبك حلو كملنا نروح المرحلة الثانية، مرحلة ثالثة لحد ما خلاص تصير مكساج وتستلمها ماستر وتنزلها طبعا. طيب خلينا بعد نسمع قصيدة قبل أن نطلع فاصل، اختارينا أي شيء إن بغيتي ناقصني روح أو أي قصيدة. لا ناقصني روح شوية صعبة لأنه هي قصيدة غنائية يعني صعب أعتقد إلقاءها. ما في أي مشكلة. في قصيدة أنا أحبها كثير اسمها ذكرتك، تقول ذكرتك وانكسر وجه السعادة وسالت الدمعة، ذكرتك وانكسر وجه السعادة وسالت الدمعة، وعلى كثر البشر حولي أحس بشي ناقصني، تمر رياح ذكرانا وتطفي بدربي الشمعة، ورغم تكصيرك اللنة عليك القلب قارصني، أمانة لو ملاك الحزن هاته صدري التسعة، أداري قلبك وكني عليك الله محرصني، وأنا ومن قلة الحيلة وبين الركعة والركعة أدعي أدعي الله كل ليلة من حبك يخلصني، وأنا ومن قلة الحيلة وبين الركعة والركعة أدعي ربي كل ليلة من حبك يخلصني، بديت بطعنها بظهري وبدت تتوسع الرقعة، بديت تغيب دون أسباب ودون أسباب ترخصني، أنا مدري جمعنا عشق أو أنه خدعة بخدعة، طلعت أجهلك رغم أنك أكثر شخص باخصني، أنا ما جيتك أطلب شيء إلا القلب لي رجع، مدامك مكتفي بغيري هات القلب وخلصني. سلامتكم. صح لسانك صح بدنك. وخلونا نطلع فاصل نسمع مع بعض أصالة وغنية أبشر وتم، كلمات الأمير بدر محمد ألحان الفنان عبد الزيل معنا. خلونا نسمعها مع بعض وبعدها نرجع لشاعرتنا مي بنت عبد الرحمن، واللي أرسلوا لنا أسئلة بتويتر لشاعرتنا مي بنت عبد الرحمن نقول لهم أبشر وتم. خلونا نسمع أصالة وراجعي لكم، خلوكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي
المجيد الطهصاني. ورجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل انضموا إلينا السمع. ضيفتنا لهذا اليوم الشاعرة مي بنت عبد الرحمن. أخت مي، في سؤال طبعا متابعينا بتويتر لهم حق ناخذ أسئلتهم. الأخت ريم من الكويت، طبعا إذا جاء طار الكويت اسمحي لي دائما أقول هالبيت، أقول دام عزك يا وطن يلي تحت ظلالك وفيك تربينا، كل الأوادم بديارهم يعيشون إلا إحنا كويتنا تعيش فينا. الله. فهذا طبعا لا جاء طار الكويت غصب أقول هالبيت، هذا الخلد المريخي الشاعر الجميل. الأخت ريم تقول سؤال للشاعرة، ديوانك مهدى لمن؟ وأهنيك على صدوري والتوفيق حليفك. أول شيء زي ما تفضلت، أنا بالنسبة لي الكويت يعني ديرتنا إحنا، وأهل الكويت أهلنا، يعني ما أحس إنه مثلا في فرق ما بين سعودي وكويتي، لا إحنا واحد. فبخصوص السؤال للأخت الجميلة ريم، إيه نعم، هو أنا كاتبة الإهداء بصراحة في الديوان، وطولت شويتين يعني، بس إنه للأمانة كل إنسان كان له لمسة في حياتي وبشكل أو بآخر أثر علي وخلاني أكون أفضل وأنجح وعطاني الثقة والدعم، أشكره من كل قلبي. بس يمكن خاصة بالشكر أهلي واحد واحد، يعني أنا لو ردت لي حسميهم هم ما شاء الله أكثر، ما شاء الله، أخواني وأخواتي والوالد والوالدة، والله طول بعمرهم. طبعا الوالدة جواهر، وما عندي مشكلة أقول هالكلام، الوالدة جواهر هي الإنسان اللي خلت مي مي، والوالد عبد الرحمن طبعا الله يحفظهم ومسي عليهم بالخير، الله يسلمك يا رب. وطبعا أخواتي وأخواني واحد واحد، وكمان بعض الصديقات المقربات اللي برضو لهم دور في حياتي، مثل العنود الرسامة. العنود الرسامة أكيد. طيب لو بغيت أحصل على ديوانك كيف أحصل عليه؟ موجود حاليا في مكاتب جرير على مستوى السعودية أعتقد. جميل. اللي هو ديوان بين لندن والرياض. إيه نعم، ديوان بين لندن والرياض. جميل. طيب أبسألك أخت مي عن عملك القادم، هل لك عمل قادم بإذن الله تعالى؟ هذا السؤال شوية صعب أجاوب عليه، لأنه في أعمال راح تربطني فنانين وفنانات، بس يعني تم الاتفاق بيني وبينهم أنه ما راح نتكلم عن العمل إلا لما ينزل. يعني لازال يطبخ تح؟ أيوة لسه في المطبخ. وفي ممكن عمل أنا ممكن أتكلم عنه للفنان عبد العزيز التركي طبعا. جميل. هذا الفنان أنا من الأشخاص اللي أنا واثقة أنه إن شاء الله راح يوصل لمكان مهم إن شاء الله في عالم الفن، لإحساسه الجميل وشخصيته برضو الجميلة. راح يجمعني فيه عمل قريب إن شاء الله راح ينزل، بدايته أنه المحبة مو سوالف. المحبة مو سوالف، لسه ما اخترنا العنوان، والموضوع كان جاي بطريقة غريبة يعني، غريبة شوي، لأنه اللحن جاهز قبل الكلام، فجاني نعم احنا نسويها عندنا، ما لا يعني الامور يعني ما شاء الله عندك القدر انه واحد يعطيك لحن وتكتبين عليه كلام. الحمد لله. لا صارت اكثر من مره مع اكثر من ملحن، بس لسه الاعمال ما طلعت، لكن يمكن هذا العمل الوحيد اللي اقدر اتكلم عنه، لانه عبد العزيز اخو صديق واثق باذن الله انه ما راح يعارض. كان اللحن جاهز وموجود، والاغنيه تقريبا حتى فيها توزيع والات، ولكن كان الكلام الموجود ما هو بالشكل اللي كان يبغاه يعني، فتم تغييره. وقعدنا نشتغل على الموضوع، وقاعدة أحاول أكتب بس ما هو قاعد يطلع معاي الشيء اللي أنا أبغى أعبر فيه بشكل كبير. فاللي حصل أنه قعدت أشوف الأشياء الموجودة عندي، فاخترت هذه وقلت له أنا عمري ما نزلتها ولا قد حكيت فيها ترى يعني أبدا، بس أنه أعتقد أنها ماشية مع اللحن، ماشية مع الـ ضغوط اللحن حقتي. فلما نقراها يعني ردت فعلها كانت مرة إيجابية، أنا أسعدتني يعني. على فكرة يمكن الفنانين ما يعرفون، بس إحنا الشعراء أو تقريبا اللي نعتبر شعراء خير بركة فضلي تسلم، نشوف أنه تهمنا ترى ردة الفعل يعني، مثلا ما يجي أحد يقراها ويمشي أثرها عليك مو حلو، لكن ما يجي أحد يعني وفعلا يتحمس وانت عارف أنه صادق، لها تأثير جميل يعني، حتى روحك أنت وتعاونك وإمكانية أنه يعني لو قال لي أعدلها من الأول للآخر حقوله أوكي ما عندي مشاكل. طيب في فنانين تتمنى أن تتعاونين معهم؟ كثير. أنا أدري أن مثل يعني كلهم والله كلهم يعني، ترى بذكر لستة، أنت ما عندك مشاكل؟ طيب لا أنا عشان في موضوع أنا ودي أسألك عنه. أيه. مدامك ما شاء الله تبتكرين لستة فحبايبك واجد. أيه. أنا ودي أسألك عن
في أنت وزوجك أمسي عليه بالخير معا العثيمين، رتبتوا اللي هو عفوا مهرجان نغمات نغمة ثقافية عفوا، فعلا حفلة نغمات ثقافية الأولى اللي كانت في مركز الملك فهد الثقافي قبل تقريبا سنة. يعني شوف أنا أكون صريحة وأحكي بصراحة، قول في موضوع عمري ما حكيته بس بحكي بصراحة. تفضلي. طيب الموضوع هذا تقريبا قبل برضو حوالي سنة صار الموضوع بشكل معين، اتفقنا مع أنه يعني راح نتكفل في الحفلة الغنائية في هذا الاحتفال، وقلنا احنا مستعدين نتحمل المشاكل اللي حتصير والفنانين من عندنا والمبلغ ضعيف، قلنا ما عندنا مشاكل حنكمله لأنه في فرحة معينة احنا نبغى نقدمها للناس يعني للجماهير، خصوصا راح تكون مفتوحة ومجانية. ضربت الموية. راح تكون مفتوحة ومجانية وفي الرياض، فكان الوقت مؤاتي انه يكون في حفلة غنائية. كان في شد ومد واخذ من هالمواضيع، فقلنا بالعكس احنا يعني مو هدفنا مادي، فحتى تكلمنا مع الفنانة العنود الجار الله وبرضو طلعت وأدت فقرة معينة وتكلمت عن وكان لها برضو جناح معين وعرضت لوحاتها. عشان بس العنود الجار الله هي الرسامة، الرسامة الفنانة اللي لوحاتها موجودة بالديوان. ف أنا سألني موقف راح أحكي عنه بالأخير، بس ليش أنا قاعد أحكي السالفة بالبداية، وصار الكونتاكت ما بيننا وما بينهم وتم التواصل مع إعلاميين. صوتي واضي؟ لا لا صوتك واضح الله يسعدك. لا بس أني اللي أبغى أفهمه أن المهرجان ما كان حفل غنائي، كان أيضا كان معرض متنوع. أيوة أيوة. ولا كان فيه معرض خارجي وفي لوحات، أعتقد ما في إلا معرضين كانوا، فنان كبير مع يعني ما يحضرني اسمه، وكان المعرض الثاني البسيط للفنانة. يعني معرض تشكيلي ومعرض غنائي وحفل غنائي. حفل غنائي كان هو، مش حفل غنائي بس، كان فيه أكثر من فقرة، ومن ضمنها كان تكريم للأستاذ الموسيقار ناصر الصالح. جميل. سأني بعد ما الحمد لله أنه الموضوع كان كويس، طبعا تم تكريمنا الحمد لله من مركز الملك فهد الثقافي موجود، وكنا سعيدين سوا أنه النجاح مشترك، أنه احنا تكفلنا بجانب معين. وأكيد طبعا الجانب هذا في البداية لما أنت تجي تقول في الرياض راح تسوي حفلة غنائية ما كان بسيط، بالذات قبل يعني ما هيئة الترفيه تشتغل على الموضوع بشكل كبير. كان فيه مؤيدين ومعارضين كثير وأساء كثير، ولكن ما يعني ما كان يهمنا بشكل كبير. الحاصل تفاجأنا بعد فترة بسيطة إنه مركز الملك فهد الثقافي نزل بيان صحفي يقال فيه إنه شركة إيدي ما لها دخل بالحفل، مي الجماعة ومع العثيمين ما لهم أي في الموضوع، إحنا اللي سويناها. صورتهم سيئة. أنا ما أتكلم أنا عن نفسي، أنا عارفة إحنا إيش سوينا، عارفة الأيام اللي قعدنا فيها لساعة 12 وحدة وإحنا قاعدين نرتب اللي هو التجهيزات على الترتيب للحفلات قبلها يعني. فكان فيها يعني رد مرة سيء مرة، أنه أنت يعني قد ما تعبت وسويت وما للمعلومية يعني تكلموا هم لسه أصلاً حسابنا ما وصلنا على فكرة، يعني المبلغ البسيط اللي كان محدد لنا وما حيكفي التكاليف اللي احنا دفعناها، يجيك كلام زي كذا أنه أنتم ما لكم دخل. طب لحظة شوي، في التلفزيون في قناة الثقافية تم شكرنا، كل الفنانين اللي جو وغنوا جايين من طرف إيدي وتابعين الإيدي وشكروا إيدي في القنوات في المقابلات كلها، يعني أنت ما تقدر تغطي الشمس. بس هذه حركة يعني كانت بالنسبة لنا مرة سيئة، يعني تأثيرها مرة سلبي، أنه أنت مستعد تتعاون وما تبغى يعني مش همك يعني شخصي بالدرجة الأولى، همك أنه تساعد بأنه تنشر الفرح والفن وتدعم المواهب، ويجيك مثل كذا رد. طبعا احنا ما ردينا للأمانة، بس أعتقد في بعض القنوات كانت على علم بالموضوع والحمد لله تكلموا في الموضوع. لكن للأسف أنه لما يكون بيان صحفي نازل فالناس يقرونه يعتقدون أنه هو صحيح لأنه ما شافوا له الجانب. بس أنا سأني أو أول مرة على فكرة أتكلم في الموضوع، أنا كنت مقررة أنه ما أتكلم فيه إطلاقا، بس أنه من جد مو حلو يعني، سوري نكران الجميل مو حلو، مش هذه الطريقة اللي إحنا نتعامل فيها. لكن الحق يقال،
يعني أنا تابعت الحفل هذا المهرجان، لكن أنا صراحة ما تابعت البيان الصحفي اللي نزل من مركز مكافأة الثقافي، لكن أتوقع إيجابية الحفل وفرحة الناس فيه كانت أكثر، يعني اهتمامهم كان منصب للحفل أكثر من البيان الصحفي. فعلا إن شاء الله. في الختام مش حابة تقولين أختي مي؟ والله يا أبو أقول شكرا على هذه المقابلة الجميلة. أنا ماني قاعدة أحس أني أنا قاعدة أتكلم وفي إذاعة والناس قاعدة تسمع، فإن شاء الله اللي سمعته يكون كويس. حاسة أني أنا في جلسة أخوية وقاعدين نتكلم في الأشياء البسيطة اللي نفذناها وعملنا فيها، وإن شاء الله يا رب أنه يكونوا المستمعين استمتعوا معنا ويعذرونا طبعا على القصور. شكرا لك أختي مي، ربي يوفق، وطبعا أعمالكم القادمة نبغاها تكون على إذاعتنا على فالف ونتشرف. الله يسعدك، شرف لي والله. الله يشرفك دك. شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من أرسل، شكرا لكل من حاول أن يتصل، شكرا لكل من خصص وقت لمتابعة برنامج القوافي. وخليكم مع أخوي وصديقي محمد صدقة وبرنامج المنصة، هو منصة تبدأ القصة. في أمان الله.